السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. مجموعة حمام لاحم بسم الله ما شاء الله، يعني إيه الحجم والصحة. الحمام البيور هنشوف برضو قبل ما نشوف الحمام كل قص في السلكة بتاعته، هنشوف الحمام الإنتاج بتاعه. ديز الشباب اللي طاير ده كله من إنتاجه بسم الله ما شاء الله، أهو ده من إنتاج الحمام اللي هو في السلكات دي اهو. وفي مكان تاني كمان فيه زغاليل هوريك برضو عشان الناس يقول ايه، لانه فاطم الزغاليل امبارح. بس قبل ما نبدا ارجوك اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لمعظم المشاهدين. زي ما حضراتكم شايفين ده من الانتاج بتاع الحمام، ده الشبابات ما شاء الله. وهنا معانا اهو بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو في المكان ده الشباب اللي هو اكبر، كل ده من انتاج الحمام اللي هو في السلكات دي يا جماعه. ده ولاد الحمام اللي في السلكات. ده طبعا المنظر الحمام البيور اهو، اللحم البيور الناس اللي بتسال على البيور اهو ما شاء الله. طيب برضو يا جماعه برضو عشان ايه الزغاليل الكبيره، هنشوف الزغاليل الكبيره اهو. هو لسه فاطم الزغاليل دي امبارح اهو ما شاء الله. نفتح كده ونشوف دي الزغاليل، شايفين حجم الزغاليل ما شاء الله عن الزغاليل. دي زغاليلهم اللي هو فاطمها امبارح. طبعا في جوه لسه طبعا مع الاهالي، في زغاليل اللي هي عمره صغير مع الاهالي ومعهم بيض، عشان الناس اللي بتسال الحمام بيلحم ولا ما بيلحمش. ده طبعا الزغاليل اللي هتفطها امبارح، لكن في زغاليل صغيره جوه وبيض. في برضه هنا زغاليل اهو بس عمره اكبر شويه. هنبدا كده باول قص معانا ما شاء الله. كان رائد على حصى، انا شايف اهو البيض فقس، دي قشره البيضه اهيت، وشنا حلو عليه ان شاء الله. بس عايز اوري لك شكل الحمامه. هذا شكل الحمامه يا جماعه. ده معانا اول قص ما شاء الله، حجمه وصحه ما شاء الله، وحمام بيلحم العش في العش. ده الحمامه يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. تحته زغليل اهو ما شاء الله اهو تمام كده. انا برضو تحته حصى ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لك الزغاليل اللي بره المفطومه دي بتاعه الحمام ده اللي تحته بيض. ده محصي اهوت اول حسويه، لكن شوف شكل الحمامه، وقفه الحمامه ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه تحبها يعني ان شاء الله اهو ما شاء الله. حمام خايف ما شاء الله لا قوة الا بالله. برضو تحته حصى، لما جينا قام يجري من على البيض اهو. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. تحته برضو حصى، ده من اللي هو شايلين منه الزغاليل، الزغاليل اللي هي بره دي. هنا ما شاء الله برضو تحته ايه، تحته حصى ما شاء الله لا قوة الا بالله. لكن عايزك تشوف شكل الحمامة، شوف شكل الحمامة ما شاء الله عليها، الحمامية حاجة محترمة يعني تعجبك يعني ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تحته برضو حصى ما شاء الله. هو طبعا اخويا ده منظم جدا، ده تاريخ، هو كاتب التاريخ اهو على، لكن ده تاريخ الفأس يا جماعه مش تاريخ وضع البيض. هو بيكتب يعني ايه، بيحسب ويكتب تاريخ الفأس. يعني اول مره اشوف الطريقه دي، لكن هي طريقه عجبتني صراحه.
ما بيكتبش تاريخ وضع البيض لكن بيكتب تاريخ الفأس. هنا برضو في سلاكة كبيرة تحتهم ايه؟ تحتهم حصى اهو ما شاء الله. اهو الحمامة يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله. تحته حصى اهو. هنا ده ما شاء الله بيحضر عيش اهو في الطاجن ومعاه زغاليل تانية. لو شفنا هناك الزغاليل دي، زغاليل يعني ايه، نقول عمر اسبوعين ولا اكتر شوية، حوالي 15 16 17 يوم مش عارف بالظبط، هو ده هو اللي يبقى عارف. لكن اهو تقريبا دي هتبيض النهاردة، شكلها واقفة هتبيض اهو. ده الحمام، وهناك اهو البيضة يا جماعة. اه ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا ده تاريخ الفأس 6/4. هو ما شاء الله، انا عايزك تشوف بس شكل الحمامة ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف شكل الحمامة وحجمها ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا تحتهم حصى برضو زي ما قلنا اف اس يوم 6/4. هنشوف ده هنا اف اس يوم 28/3. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الحمامة بتتكلم عن نفسها يا جماعة. اهو الحمام ما شاء الله لا قوة الا بالله. اه ده هنا زغاليل ما شاء الله لا قوة الا بالله، صغيرة لسه هي، يعني نقول الزغاليل دي ايه، اسبوع 8 ايام ما شاء الله. ده هيفقس يوم 22/3. النهاردة نقول ايه 24، يعني في فائس اهو. واحدة فقست والتانية باظت ما شاء الله. اهو يا جماعة قص اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. في السايب كده حوالي قصين ثلاثة برضو، هنشوفهم كده على المشي. مش عارف كم قص هو مسيبهم كده شغالين. من ضمنهم اللي راقد ده، اهو راقد على حصى. ما شاء الله اهو تمام. في برضه هنا فائز زغليل اهوت ما شاء الله اهو تمام كده. في كمان زغليل اهوت على السايب. هو عامل الجراكن دي بصراحة يعني نظامها حلو قوي. هو هنا اهو ده هيفقس 25/3. ده خلاص فقس، اللي هو معلم شاطب عليه ده يبقى فقس. هو شاط هنا 1/4 هيفقس 1/4، ده تاريخ الفقس. ده برضو هيفقس 1/4، ده يبقى فقس مشطوب ده، وده المفروض برضو فقس، وده 1/4 هيفقس ان شاء الله. دي في الغرفة دي فيها برضو بيجهز فيها شباب صغيرة اللي هم دول. مفيش عنده حاجة تانية غير الحمام اللحم، مفيش أي حاجة تانية مختلفة، لذلك أضمن لك السلالة دي إن هي سلالة نقية.